من يوم ما علمتني ماما هذا الخبز أصبحت مدمنة عليه. خبز طري وخفيف أكثر من رائع، وأي حد يقدر يعمله. أهم شي طريقته سهلة وبسيطة، مكوناته اقتصادية، وطريقة تشكيله على شكل وردة. يعني طريقة التشكيل أكثر من رائعة وسهلة وبسيطة وما فيها أي صعوبة. تابعوا الفيديو حتى النهاية وشوفوا الطريقة بالتفصيل. في البداية راح أجيب وعاء أخلي فيه 200 ملي من الحليب الدافئ، يعني ما يعادل كوب، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الخميرة، خميرة الخبز. راح أضيف ربع كوب من الزيت النباتي وابتدي أخلطهم بالملعقة حتى أتأكد أن الخميرة والسكر ذابوا معنا. بعدين راح نضيف كوبين من الدقيق، أو بعدين راح أضيف ملعقة صغيرة من الملح ونبتدي نخلطهم شوي شوي بالملعقة ونشوف إذا ما زال يحتاج دقيق أو لا. هنا لاحظت أن العجينة طرية فضفت ملعقة من الدقيق، وبعدين ابتديت أعجن أعجن بإيدي شوي شوي مثل ما موضح في الفيديو. بعدين لاحظت أنها ما زالت طرية العجينة فضفت ملعقة ثانية من الدقيق، يعني كمية الدقيق كلها على بعضها ملعقة كوبين عليهم ملعقتين كبار. راح نبتدي نعجن بهالشكل بالطريقة الموضحة في الفيديو. وبعد ما خلصنا العجن مثل ما موضح في الفيديو، دهنت العجينة بشوية زيت نباتي وواصلت في العجن شوي، والعجينة كذا صارت جاهزة معنا. غطيتها بالنيلون وخليتها ترتاح وتستمر مدة ساعة كاملة، وهذا شكلها النهائي. بعد ساعة كاملة صارت جاهزة معنا. راح نطلع الهواء اللي موجوده في العجينه بهالشكل. بعدين راح اجيب على سطح العمل، راح ارش شويه دقيق واجيب العجينه اخليها فوق الدقيق اللي رشيناه. راح اقطع العجينه الى 4 اجزاء يكونوا متساويين، وبعدين راح اخذ كل جزء واشكله على شكل كره بالطريقه الموضحه في الفيديو مثل ما شايفين. طريقه جدا سهله وبسيطه. بعد ما شكلت كل الكرات خليتهم على جنب وغطيتهم بالنيلون حتى ما ينشفوا معنا. جبت اول كرة وراح ابتدي اشكل الخبز. راح نجيب اول كرة ونبتدي نفتحها باستخدام القلقال، وبعد ما فتحتها بهالشكل وهالحجم راح اقطعها الى 4 اجزاء بالطريقة الموضحة في الفيديو. بعدين راح اخذ الاجزاء واخليهم على سطح العمل بالطريقة هذه. وأهم شيء نجيب سكينة ونقطع بالسكينة بالطريقة الموضحة في الفيديو. شوي من الجانب أقطع ما يعادل الخط كامل، وبعدين ألفهم لف بالطريقة هذه كأننا نرسم وردة لحتى نشكل وردة. وبعد ما شكلنا الوردة نخليها في الوسط بهالشكل ونلف عليها بقية العجينة مثل ما موضح في الفيديو. طريقة تشكيل الخبز جدا سهلة وبسيطة وأي حد يقدر يعملها. وكذا أول خبزة صارت جاهزة معنا. نخليها في صينية الفرن ونواصل في تشكيل الخبز الثانية. راح أعلمكم بس خبزتين كيف تشكلوهم، يعني حتى تحفظوا الطريقة. طريقة جدا سهلة وبسيطة. نقطع العجينة إلى 4 أجزاء بعد ما فتحناها، وبعدين نخلي كل جزء بهالشكل، وبعدين نقطعها بالسكين بنفس الطريقة الموضحة في الفيديو، وبعدين نلفها نشكلها على شكل وردة بنفس الطريقة الموضحة في الفيديو، ونخليها في الوسط، وبعدين نكمل نلف عليها بقية العجينة. وكذا خبزاتنا صاروا جاهزين معنا، ومثل ما شايفين طريقة تشكيلهم جدا سهلة وبسيطة وأي حد يقدر يعملهم، وكثير ولادكم راح يحبوهم. وبعدين نخليهم كلهم في صينية متاع الخبز. صينية الخبز إما ندهنوها بالزيت أو نخلو عليها ورق زبدة. وبعد ما خليناها مرتاحوا في الصينية 10 دقائق، جبت صفار بيضة عليهم شوية حليب وخلطتهم، ودهنت الخبز بصفار البيضة والحليب بهالشكل. والآن راح ندخلهم الفرن على درجة الحرارة 180 من فوق ومن تحت تقريبا مدة ربع ساعة، ومنشوفهم أخذوا هذا اللون الذهبي مباشرة طلعوهم من الفرن. وخبزاتنا صاروا جاهزين معنا. شوفوا ما شاء الله طريقتهم سهلة وبسيطة، وشوفوا خفيفين وأي حد يقدر يعملهم. أتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وصفة اليوم تكون عجبتكم.